السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. النهاردة هنتعلم ايه بقى؟ هنتعلم الباترون الاساسي للجيبة، للسكيرت، للجونيلا، للتنورة، زي ما بتسموها سموها. والباترون الاساسي هو يعني هو ممكن اعمل منه جيبة صك عادية البسها، وبعدين نفس الباترون ونفس القصة ونفس الرسمة احط عليها اي رسمة جونيلا انا عايزاها. ايه الموضوع البسيط ده؟ الموضوع سهل كده، سهل كده. خليني اقولك، اللي بتدخل كورس تعليم الباترون هي واحدة حابة الخياطة على اصولها، الف به خياطة عايزاها بالورقة وبالقلم. وكل احترامي للناس اللي عايزة سرعة في تعليم الخياطة. طيب هنا عندي قياسات مهمة ونركز قوي قوي. بيقول لي ان دوران اكبر حجم، ايه البداية دي؟ ده بدأ بدوران اكبر حجم، ده بدأ بدوران منطقة الارداف اول حاجة، راح قال لي 104 سنتي. هي كام؟ 104 سنتي، تمام؟ وبعدين قال لي دوران الوسط، تاني حاجة بقى الوسط، تمام؟ ودوران الوسط 80 سنتي. اكتبي ورايا علشان تحفظي الحاجات دي. وانظم كراستي كده بشكل لطيف كده جميل اهو. راح قال لي ايه؟ دوران الوسط عندك 80 سنتي. وقال لي طول الجنب 20 سنتي. ايه طول الجنب ده؟ خدناه في الباترون الحريمي، قلنا انه لقصار القامة بيبقى 18 سنتي، لطوال القامة 20. في الكتاب بيريح نفسه بيقول نعملها 20 عشان ايه؟ محدش يتلخبط، تمام؟ واحدة قصيرة تقول لك انا طويلة، خلاص خليها 20 بقى نمشيها على الكل، تمام؟ وقال لي طول الجونيلا 70 سنتي. قال لي طول الجونيلا 70 سنتي. طيب نفذين الكلام ده، الكلام ده حلو بس نفذهولي كده انا اعرفه ازاي؟ يعني انا اجي اقيس ازاي؟ اهو كل الحاجات دي كده، دي القياسات بتاعتي. كل واحده هتتعلم تقيس بالطريقه اللي هي شايفاها اهي، تمام؟ هنقول ان حضرتك بتيجي تقيسي، فتروحي ايه بقى؟ واخده دوران اكبر حجم منطقه الارداف، اهي اعلى منطقه في الجسم واكبر قياس اهو، تمام؟ بلاش كده يا جماعه، بلاش كده. يعني ايه؟ بصوا مرتاحه، بس هي مرتاحه يعني سبعين ثلاثه كده، مرتاحه للحركه، تمام؟ وراح قال لي ان ده قياسه 104، بتقيسي على نفسك وبتحطي الرقم. طيب تدريب، اعملي لي تدريب صغير، انت على الواتساب اعملي لي تدريب صغير، مش مشكله انا موافقه، بس لو عملتي تدريب كبير اكون مبسوطه لاني هعرف ان انت عملتي حاجه على قياسك، تمام؟ وراح قال لي بعدين الوسط، الوسط اللي هو ده مكان ما انا هلبس الجيبه اهو. الوسط هنا بيكون مظبوط يا جماعه اهو، يعني ما ينفعش اعمله واسع. طب انا بعد ما اعمله واسع هعملها ضيقه يعني؟ لا، هنا الوسط بيكون مظبوط، بروح حتى المنظوره بالشكل ده وباخد القياس. راح قال لي ايه؟ 80 سنتي. طيب طول الجنب اللي هو الجزء ده اهو، الجزء ده، تمام؟ هي الحته دي، هو ده طول الجنب، تمام؟ طب والطول الكلي هو نفس الحكايه، قياس من بدايه الوسط او من بدايه العظمه، ما مكان ما بركب الجيبه او بلبس الجيبه. بلاش تاخدي لي الناس اللي بتنزل الجيبه قوي دول هنا وتروحي واخده لي القياس، لا، يعني خديها كده وانت نازلها براحتك، تمام؟ وده طول الجيبه. يعني ما تقيسي العميله، كل واحد بيلبس غير التاني. انا بشوف ناس منزله الجيبه قوي وناس بتطلعها ناحيه البطن فوق، فلازم تعرفي العميله بتلبسها ازاي وتقيسي على هذا الاساس، تمام؟ تروحي قايسه طول الجيبه، عايزاها جيبه لغايه هنا، عايزاها لغايه هنا، عايزاها لغايه هنا. هو قال لي 70 سنتي، هو عاملها 70 سنتي. خلاص كده عرفنا القياسات اللي احنا محتاجينها، هي دي القياسات اللي احنا محتاجينها. يعني الجيبه بالنسبه لي هي اللي بتكون رسمتها بالشكل ده اهو، اهو بيبقى فيها بنستين هنا في الامام. خلاص دي كده ايه شكل الجيبه بتاعتنا اللي احنا هنصممها باذن الله النهارده اهو. تمام كده، وادي فيها ايه؟ البنستين، ده اسمه الباترون الاساسي للجونيلا. طيب خطواتها ايه بقى الحكايه دي؟ يا رب ما تكون متعقده كده زي الباترون الحريمي وباترون الاطفال وفيها حسابات كتير، زهقنا نفسنا في حاجه سهله. لا هي سهله، قال لك هناخد دوران اكبر حجم ونقسمه على اتنين. تاني يا بنتي سهله، ما احنا بنقسم ليه اي حاجه على اتنين؟ علشان احنا بنشتغل بالشكل ده اهو،
يعني احنا بنشتغل بالشكل ده كده تمام. لما نفردها تديني كاملة، يعني انا بشتغل على النص القياس، انا برسم النص تمام. لما احطه على قماش متني يطلع لي كده. فهمنا ليه بنقسم على اتنين؟ هي دي حكاية بنقسم على اتنين. يعني 104 على اتنين قال لي فيها 52 سنتي. ده ايه بقى؟ ده اسمه عرض الباترون. اسمه ايه؟ عرض الباترون. يبقى انا باخد دوران اكبر حجم، اكتبي كده، دوران اكبر حجم على اتنين تمام. اداني 52 سنتي، وده ايه؟ وده عرض الباترون. عشان لما اقول العرض بتاعي كام؟ 52 سنتي. ما تشتريش الوان يعني وكلفي نفسك. انا بحب كده اروق كراستي، وانا بحب ان انت تروقي كراستك، روقيها في حدود القلم الاحمر والازرق اللي احنا قلنا عليه تمام. طيب وطول الجونيلا؟ طول الجونيلا 70 سنتي، وطول الجونيلا هيكون كام؟ 70 سنتي. اصبح عندي العرض 52، الطول 57. اروح رسمه مستطيل، 1 2 3 4، عرضه 52 وطوله 70. كده واضح؟ كده واضح. طيب قال لي انه، طيب انا ليه بستخدم الكراسه؟ يعني انا لو انا عملت الكراسه دي كده 52 مش هتجيب، دي داخله كده قياس وهمي. بس لما ابقى عارفه القصه اعرف ارجع لها. يعني انا اهو كلام مكتوبه حلو وكل حاجه، طب افتكر ازاي اتعمل؟ افتكر ازاي مكان البنسه؟ الرسمه المصغره دي هتبين لي انا عملتها ازاي. هقول فرضا ان ال 52 دي، فرضا اهو انا عايزه رسمه مصغره، لا وداخله كده كمان ايه عشان ايه اعملها. خدتها كام؟ انا خدتها هنا 25 سنتي اهو. خلاص انا عايزه ارسم جيبه عشان اعرف. خدي بالك لما تبقي مصممة ازياء كل فستان هترسميه زي ما انت بتشوفي كده، اللي بيقعد يرسمه الفساتين الصغيرة دي، هو ده التصميم بتاعي. ادي الجيبة اهو، ودي 19 سنتي بالمسطرة العادية عشان ابقى عارفة بس مين راح فين اهو. ده ايه؟ ده المستطيل بتاع الجيبة بتاعتي. خلاص يبقى انا كده عرضه بالمسطرة العادية حوالي 12.5. خلاص كده؟ طيب قال لي اعملي المستطيل اللي عرضه 52 سنتي واللي طوله 70 سنتي، وقولي 1 2 3 4. ادي 1، ادي 2، ادي 3، ادي 4. انا عملت اللي انت قلت عليه. حلو قوي، نركز مع بعض خطوة بخطوة. اسمي لي المستطيل ده بالنص، وسمي لي النقطة ألف ب بخط وهمي. احنا فهمنا يعني ايه خط وهمي؟ يعني ايه خط وهمي؟ يعني نقط او شرط كده، نقط او شرط، خط وهمي. قال لي اقسمي لي اللي انت عاملاه ده كده بخط وهمي، يعني ال 52 اقسمها بخط وهمي تمام. طيب قسمت له بقى المستطيل ألف ب بالنص بالظبط، قال لي خط وهمي، رحت انا عاملاه قال ايه خط مستقيم، يعني مش مشكلة انا مش هحسبه في التلوين. خلاص اهو يعني ممكن ايه اروح عاملة كده بالاسيكة خط وهمي للدرجة دي؟ ايه يعني؟ لا بطرون يا جماعة التزام، الله يستركم، زي الكتاب ما بيقول نعمل اهو. ده احنا لو عايزين حاجة مظبوطة بقى نلتزم بقى كده. انا عملت ايه؟ الخط الوهمي. يبقى انا اخدت طول اكبر حجم، اخدت قياس اكبر حجم اللي هو الدوران 104، قسمته على 2، رحت عامله ايه؟ عرض الباترون. قال لي طول الجونيلا 70، رحت عملت له طول الجونيلا 70، وعملت له المستطيل، وقال لي لازم تعملي 1 2 3 4، حاضر عملت. وقال لي اقسمي لي ده خط وهمي، حاضر قسمته، وحددي قولي الف ب، عملت الف ب. طب الخطوه الجايه معاكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. بشكركم جدا واشوفكم الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمه الله.